تمام كابتن، انا معايا في الفقره دي دلوقتي 3 كروت، كارت اصفر وكارت احمر وكارت اخضر. تمام، الكارت الاصفر بتدي انذار لمين في الوسط الرياضي في رمضان؟ يعني عايز تدي حد كده انذار، اللي هو تقول له ايه، يعني عايز مثلا تلفت نظره لحاجه، تدي له انذار حاجه معينه. يعني ما يعذروني، يعني هي الإدارة الرياضية صعبة شوية، فمزيد من التنظيم هتخلي مصر دي عالية جدا في، لكن في الكرة الطايرة بس ولا جميع الألعاب؟ الرياضة عامة بصراحة، يعني لو يعني اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة، يعني أنا شايف إن هم لازم يكونوا على اتفاق أكتر من كده في حاجات كتير جدا. الكارت الأحمر يا كابتن بتطرد ظاهرة إيه من الملاعب في رمضان؟ في ظاهرة معينة حضرتك دايما بتشوفها، يعني عايز ان هي تختفي، ما تكونش موجودة خالص، فبتدي لها كارت احمر. يعني الشغب اكتر حاجة، يعني لو يعني نفسي جدا جدا الجمهور يرجع المدرجات تاني، دي امنية من امنياتي فعلا، لانه بيدي شكل ولون وطعم لاي منافسة. لما تلعب الواحد يلعب كده في وسط الجمهور غير لما يلعب من غير جمهور. فالشغب يعني اتمنى ان الجمهور رسالة، يعني إذا ربنا قدر ورجعته، ملناش دعوة بالسياسة خالص، احنا ناس كلنا بنحب الرياضة، وأتمنى إن نفضل على كده، نشجع فرقتنا، لأن احنا فعلا محتاجين جمهور جدا جدا في المدرجات. الكارت الأخضر بقى، إيه الحاجة اللي بتدعمها في رمضان وعايزها إن هي يعني تكبر أو تتطور أكتر؟ حب الخير، خير إن شاء الله، يعني الناس كلها بسم الله ما شاء الله، الناس كتير عندها خير و تقدر تطلع، لان فعلا في ناس كتير جدا محتاجه، اتمنى ان الناس تزود من الخير دوت ان شاء الله. طب ولو قلنا في الكره الطايره، يعني احنا قلنا الحاجه اللي بندعمها في رمضان، ايه الحاجه اللي مثلا انت عايز تديها كارت اخضر وتدعمها في الكره الطايره؟ يعني نظام شخص او ظاهره برضه، يعني الاتحاد المصري لكره الطايره ان شاء الله يستمر على النهج اللي هو ماشي فيه، وان شاء الله الدوري يتطور اكتر من كده، واتمنى ان هم يجيبوا خبير اجنبي للمنتخب عشان خاطر احنا محتاجين دوت، ونرجع تاني الرياضة لمصر افريقيا. يعني